السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. تسأل عن الدين، ما دينك؟ تقول الإسلام ديني، أنا مسلم. ما هو الإسلام؟ هو أن تسلم، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. المسلم لابد أن يطيع الله ولا يعصي الله سبحانه وتعالى. كل مسلم تنلاي جامباي ترو تايباداتو جمبو الله سبحانه وتعالى. المسلم لابد يتميز عن الكفار، لا يشاركهم في أعيادهم واحتفالاتهم. بكل إسلام كروب روب ترو تاي ين تا ين باي جاي أداج أمبي ندال مشرك ريكو كافير تنلاي ين من آجو روم جي موي بو كي نو بنتين ويب سيم سين دل تأتون نن إبادات ربح بو كي لاي. نعم، الدين الإسلامي ثلاث مراتب، ثلاث درجات. ساسنا إسلام كمين باي لمداب. المرتبة الأولى الإسلام. لمداب تيموي كإسلام. المرتبة الثانية الإيمان. لمداب تيبي كإيمان. المرتبة الثالثة الإحسان. لمداب تيباي كأجمدا إحسان. أركان الإسلام خمسة. ركن إسلام من برام. أركان الإيمان ستة. ركن إسلام إيمان كمين برموي. أركان الإحسان، الإحسان ركن واحد. ركن إحسان كمين موي.